الأهم لما خرجت منه رسالة خرجت من خلال الدكتور خالد عناني وترجمتها لحضراتكم دلوقتي طبعا وزير السياحة والآثار، كان ليها صدى إيجابي كبير جدا على المستوى الدولي. احنا معانا دلوقتي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك. أولا إيه الـ يعني إيه الـ 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 كويس كتبوا علينا في وكالات الأنباء وقالوا لنا إيه المفيد، نفهم الناس إزاي إيه المفيد على إنه يبقى فيه رد الفعل الإيجابي ده للكلمة وإحنا عرضناها وترجمتها لحضرتك؟ هو في هي كانت رسالة للشعب المصري كتبناها الأول باللغة العربية، خليكم في البيت، حافظوا على صحتكم، وفي نفس الوقت هي كانت رسالة شكر لكل الناس القائمين على حمايتنا من انتشار هذا المرض بطرق مختلفة، كل فرق التمريض والأطباء اللي بيأمنونا أثناء الحظر، الجميع، الدولة كلها متكاتفة فعلا، والحمد لله كل الإجراءات اللي خدتها مصر هي الجميع بيشهد بيها، والحمد لله، وده خلى أن المرض في مصر والحمد لله تحت السيطرة، وبإذن الله في أقرب وقت نعلن مصر بإذن الله خالية من هذا المرض. فإحنا قلنا عشان نخاطب المصريين، ثم في نفس الوقت عملناها باللغة الإنجليزية عشان نخاطب العالم، ما لقيناش أحسن من الواجهة الشمالية لهرم خوفو، العجيبة الوحيدة الدنيا الموجودة من عجائب الدنيا القديمة، وكتبنا عليها نفس الرسالة باللغة الإنجليزية. أيوة. ووجهنا الدعوة لوكالات الأنباء العالمية. بنعرض الصور وحضرتك بتتكلم دكتور خالد. فالحمد لله كان صداها زي ما حضرتك شفت، يعني كل وكالات الأنباء ومنظمة السياحة العالمية، كل الدول علقت على إن مصر، منظمة السياحة العالمية وجهت الشكر النهاردة لوزارة السياحة المصرية طبعا، لأن احنا الحمد لله الإجراءات اللي احنا خدناها كانت إجراءات استباقية، وزي ما احنا قلنا كذا مرة قبل كده، احنا كل قراراتنا دي احنا بنتكلم في خسارة مليارات الدولارات، ولكن احنا قلنا كل ده مش مهم أمام صحة المصريين وصحة العاملين في قطاع السياحة وسمعة مصر السياحية، وعشان كده خدنا القرارات. ودلوقتي زي ما معالي المحافظ كان بيقول دلوقتي، هو كان بيتكلم على محافظة البحر الأحمر، أيوة. التعقيم، احنا بنعقم مصر كلها، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نقضي على الفيروس ده في مصر وفي العالم كله بإذن الله، ونخرج من الكبوة اللي العالم كله بيمر بيها إن شاء الله.